تسعى لزعزعة استقرار البلاد. ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة التنسيق الكامل في العمل الميداني بين القوات المسلحة والشرطة. تطرح مصر أمام وزراء الدفاع دول تجمع الساحل والصحراء والذي انطلقت أولى اجتماعاته اليوم في مدينة شرم الشيخ، تطرح ورقتين تتعلقان بالرؤية المصرية في شأن تأمين حدود دول التجمع الذي يضم 27 دولة بجانب إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب. ومن المقرر أن تتقدم دولة بوركينا فاسو بورقة تتعلق بمكافحة وإزالة الألغام، فيما تتقدم دول أخرى مشاركة بأوراق عمل خاصة بالتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والكفاءات بين القوات المسلحة لدول التجمع لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ومن شرم الشيخ ينضم إلينا موفد أنيل هشام حامد. هشام، كيف تابعت حتى الآن فعاليات مؤتمر وزراء الدفاع أو عفوا يعني مؤتمر الخبراء تمهيدا لتجمع وزراء الدفاع في دول تجمع الساحل والصحراء؟ نعم، يعني قبل دقائق معدودات انتهت فعاليات اليوم الأول من اجتماع الخبراء تمهيدا لاجتماع وزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء يومي الخميس والجمعة المقبلين، بعد مناقشة العديد من الملفات والقضايا في اليوم الأول. سنتعرف على أبرز وأهم هذه الملفات والقضايا مع السفير أمجد عبد الغفار مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية. يعني بنرحب بسيادتك سعادة السفير على شاشة قناة النيل الأخبار، يعني لو حضرتك تدينا إطلالة على أهم الملفات والقضايا التي تمت مناقشتها خلال اليوم الأول من الاجتماع التمهيدي. بداية، هو الاجتماع بيجي استكمال لتعزيز مسيرة التعاون المشترك لدول الساحل والصحراء في إطار مجال الدفاع والمجال الأمني، اللي هو أحد المجالات التي تنطوي تحت مظلة تجمع الساحل والصحراء إلى جانب المجالات الاقتصادية والمجالات السياسية. الاجتماع في هذا الصدد سيتناول ملفات مطروحة على هذا الاجتماع منذ اجتماعات سابقة، وعلى الأخص منذ فترة إعادة هيكلة هذا التجمع. فبالتالي السادة وزراء الدفاع معنيين أيضا بمراجعة وصياغة الآليات الجديدة والمواثيق الجديدة المتعلقة بتفعيل هذا التجمع في مجال الأمن والدفاع. وزارة الدفاع المصرية أخذت المبادرة، لأن هذا الاجتماع واجتماعات التجمع الساحل الصحراء نقول أنها متوقفة منذ فترة طويلة بسبب الأحداث التي مرت بها دول خاصة في منطقة الشمال العربي. وزارة الدفاع رأت أن تحديات الجسام والمخاطر التي تتعرض لها دول هذا التجمع، ونحن نتحدث عن 27 دولة، يعني نتحدث عن تقريبا نصف عدد أعضاء الاتحاد الأفريقي أو الدول الأفريقية، أصبحت لا يعني لا يمكن أن ننتظر الدعوة لعام قادم أو لتأجيل أو أي تأخير. وبالتالي طرحنا في ظل مبادرة وزارة الدفاع إضافة هذا الاجتماع، طرحت مجالات أخرى تتعلق بكيفية مواجهة التحديات الحالية المتعلقة بمخاطر الإرهاب، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مخاطر خاصة بالهجرة غير الشرعية، مخاطر بالتجريم المخدرات وخلافه، وكلها مخاطر عابرة للحدود وقواسم مشتركة في التحديات التي تواجه دول التجمع. فبالتالي مصر على سبيل المثال تطرح مبادرة لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب يتبع تجمع الساحل والصحراء، وأن تستضيفه مصر. وستقوم وزارة الدفاع غدا بعرض الهيكل والنطاق ووظائف هذا التجمع لاعتماده من خلال اجتماع السادة الوزراء، على أن يرفع بعد ذلك إلى القمة القادمة في المغرب بنهاية هذا العام تجمع الساحل والصحراء. يعني المركز الإقليمي لمحاربة الإرهاب اللي اقترحته مصر فندم حصل على الموافقة؟ احنا ما زلنا في اجتماعات الخبراء، بدأنا اجتماعات الخبراء منذ ساعات، ما زلنا في صياغة كافة الأوراق، وكما ذكرت لسيادتك
غدا ستقوم مصر بطرح تصورها، لأن لم يطرح بعد على الدول لهذا المقترح، وسيتم مناقشته، وفي حال اعتماده من سادة الوزراء سيتم طرحه على القمة، قد يكون هناك تعديلات. هذا أمر أنه في النهاية احنا بنطرح هذا الفكرة على التجمع نفسه، وليس هو مركز مصري، انما مركز سيتبع. ومصر لانها رائدة في هذا المجال، وانها مصر ده تدعم الاستقرار، ولها طبعا تجربة ناجحة تحتذي بها كافة الدول الموجودة. وزراء الدفاع اغلبهم بيطلب عقد لقاءات ثنائية، بيطلب التعرف على الخبرة المصرية، فبالتالي مصر هتوفر امكانياتها لإقامة هذا المركز وانجاحه. طب سعادة السفير، يعني الإرهاب أحد أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال التجمع هذا في هذه الدورة، يعني واليوم شاهدنا الإرهاب يضرب عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل. يعني من خلال حضور حضرتك جلسات اليوم الأول، يعني هل هناك توافق وانسجام وإرادات سياسية متوفرة لمواجهة هذا الإرهاب بين دول التجمع؟ بالقطع زي ما ذكرت لسيادتك، هو احد البنود الجدول الاعمال المطروحه على هذا الاجتماع هو التحديات بشكل عام، التحديات الامنيه وكيفيه تعزيز وتنسيق السياسات الدفاعيه. والارهاب يعني غني عن الذكر، منطقه الساحل والصحراء من على امتداد ربعها تعاني من تواجد عناصر ارهابيه، من مجالات، من تداخل. هذا التداخل لا يقتصر فقط على منطقه الساحل والصحراء، يتعدى المتوسط، يتعدى شمالا وغربا شرقا. وهذا كان هو الغرض من دعوة أيضا الشركاء الدوليين، فسيحضر اجتماع الوزراء دول أوروبية مثل وزراء دفاع قبرص واليونان وإيطاليا وأسبانيا وأيضا الأمم المتحدة والشركاء الدوليين ومنظمات أخرى. ما دلالة ذلك؟ أن الإرهاب لا يعرف حدود، أن لا يوجد دولة بمنع الإرهاب، ولا يمكن أن يعني نحدد دول معينة هي المحددة بالإرهاب نتيجة لظروفها. مصر ستطرح في هذه الاجتماعات رؤيتها لموضوع الإرهاب ومكافحته، من خلال ان احنا بنقول يجب هناك مقاربة شاملة ومنهج كامل ومتكامل، يعني يضم في بداخله كافة الأبعاد المؤدية لهذه الظاهرة. شكرا جزيلا سعادة السفير، شكرا. ويعني كما ذكرت الاجتماع في يومه الأول انتهى، وغدا في تمام الساعة 9 سيبدأ اليوم الثاني من الاجتماع التمهيدي على مستوى الخبراء لتجمع دول الساحل والصحراء، على أن يبدأ اجتماع وزراء الدفاع يومي الخميس والجمعة المقبلين. وفي الختام يتم إصدار إعلان شرم الشيخ حول مكافحة الإرهاب. نشكرك شكرا جزيلا هشام حامد موفد أنيل إلى شرم الشيخ على هذه المتابعة. نواصل تقديم بانوراما الرابعة، ونذكر الآن بأبرز عناوين الأخبار. الرئاسة المصرية تدين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية في بروكسل التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. الرئيس السيسي يستعرض تطورات الأوضاع الأمنية في سيناء والتدابير والخطط التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة لمحاصرة البؤر الإرهابية. مصر تطرح أمام اجتماع وزراء دفاع الساحل والصحراء أوراق عمل لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود. ونتحول الآن لمتابعة أخبار الاقتصاد في بانوراما نيل. والاقتصاد في هذه الساعة مع شهاب شعلان. شهاب. شكرا أحمد ودي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفتنا الاقتصادية وفيها بعد الفاصل. البنك المركزي المصري يطرح 120 مليون دولار في عطاء لتغطية طلبات المستوردين للسلع الأساسية. طرح البنك المركزي المصري 120 مليون دولار في عطاء اليوم أمام البنوك لتغطية طلبات العملاء والمستوردين للسلع الأساسية والاستراتيجية. وأضاف المركزي في بيان له أنه باع 104 ملايين ونصف المليون دولار، موضحا أن سعر الدولار بلغ 8.78 جنيه، وهو نفس سعر العطاء الأخير. وقلص المركزي عدد العطاءات الدورية التي يقوم بها أسبوعيا من 3 عطاءات إلى عطاء واحد، مع رفع قيمة العطاء إلى 120 مليون دولار بدلا من 40 مليون دولار.
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين، قابلتها عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1,100,000,000 جنيه ليبلغ مستوى 445,800,000,000 جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 1,000,000,000 جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 85%، كما انخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنحو 20%. وقال وسطاء في السوق إن البورصة بدأت على ارتفاع جيد وسط تفاؤل باختراق مستوى 7,500 نقطة، لكن سرعان ما بدلت اتجاهها بعد الإعلان عن تفجيرات بروكسل. افتتح وزير التموين خالد حنفي اليوم صوامع المقاري لتخزين القمح بمنطقة الصناعات الخفيفة في مدينة بني سويف شرق النيل بتكلفة 30,000,000 جنيه وبطاقة تخزينية تبلغ 40,000 طن من القمح وتشمل 8 صوامع، بالإضافة إلى تفقده عددا من المشروعات الخدمية في قطاع التموين بالمحافظة. من ناحية أخرى، أكد حنفي أن الوزارة لديها احتياطي استراتيجي ضخم من السلع الغذائية يكفي شهورا قادمة، خاصة من اللحوم والدجاج المجمد والزيوت وغيرها من السلع. وقال الوزير إن هناك تنسيقا وتعاونا بين أصحاب السلاسل التجارية لتقوم السلاسل بخفض أسعار السلع الغذائية خاصة اللحوم وطرحها بأسعار تتراوح بين 52 إلى 59 جنيها للكيلو، فضلا عن عروض تخفيض الأسعار على السلع الغذائية. عقد وزير النقل الدكتور سعد الجيوش اجتماعا اليوم بحضور المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة لمتابعة الإجراءات التي تنفذها الهيئة لتحقيق التشغيل الآمن للقطارات. ناقش الاجتماع آليات التشغيل الآمن وكثافة القطارات على جميع الخطوط وخطة الصيانة في السكة الحديد وخطة تجهيز السكك الحديدية الآمنة وبرامج قطاع السلامة والجودة وخطة الفحص الدوري للقطارات. نتحول إلى أسواق المال الأوروبية التي تراجعت مؤشراتها في مستهل تعاملات اليوم تأثرا بانخفاض أسهم شركات الطيران والسياحة بسبب الانفجارات التي ضربت العاصمة البلجيكية بروكسل صباح اليوم. ونزل مؤشر ستوكس يورو للسفر والرحلات بنسبة 22% وتكبد أكبر الخسائر، وفقدت أسهم شركات إيزي جيت وإير فرانس ولوفتهانزا وراين إير بين 2.6% و3.7%. وهبط مؤشر يورو فيرست 300 لكبرى الأسهم الأوروبية 17%، ونزل المؤشر البلجيكي 18%، كما خسر مؤشر داكس الألمانية 21% وكاكا الفرنسية 17%، وهبط مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.5%. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت وقفتنا الاقتصادية، ولكن البانوراما ما زالت مستمرة مع دينا إبراهيم وأحمد سليمان. طبعا نستكمل ما لدينا من أخبار قبل أن نتحول إلى أخبار الرياضة. قتل 3 جنود أتراك في انفجار وقع جنوب شرقي البلاد، يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه السلطات التركية حظرا للتجول فرض بهدف التصدي للمسلحين الأتراك بمنطقة في مدينة ديار بكر أكبر مدن جنوب شرقي البلاد. وفي الوقت ذاته اتهمت السلطات التركية تنظيم داعش بتنفيذ الاعتداء الانتحاري الذي أودى بحياة 4 سياح أجانب في اسطنبول السبت الماضي، وهو الأخير في سلسلة هجمات دامية. من أخبارنا أيضا في بانوراما الرابعة، معرض للأعمال الفنية والمنتجات اليدوية بالأردن بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.